سورة الكهف لها فضل عظيم في يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له ما بين الجمعة والبيت العتيق. من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عصم من الدجال.